بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة ام بي سي اف ام في كل مكان، يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني اليومي صحتك في رمضان. أنا وهيب الدخيل أكيد وأكون معكم طيلة هذا الشهر الفضيل في تمام الساعة الثالثة عصرا. في رمضان نتحدث عن المواضيع الطبية والمواضيع الصحية وعن رياضتنا في رمضان وعن أسلوبنا ويومنا الصحي بالكامل في شهر رمضان المبارك. أكيد اليوم إحنا يعني تحدثنا في الحلقات السابقة عن مواضيع كثير، عن كثير من الأمراض، عن كثير من العادات اللي إحنا في رمضان كيف إنها تتغير، أسلوب نومنا، طرق تغذيتنا كلها قاعدة تتغير في شهر رمضان المبارك، تأثيرها المباشر والغير مباشر على حياتنا وعلى صحتنا وعلى صيامنا وعلى أوزاننا وعلى أيضا طرق علاجنا للناس اللي يكون في عندهم أمراض مزمنة أو يعانون بعض المشاكل الصحية، كيف يقدرون يتعايشون معها في خلال هذا الشهر الكريم. مستمعينا صحتك في رمضان أكيد يعني يسعد دائما وأنا أسعد دائما بتواصلكم دائما معي. تجيني والله رسائل أنا في حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، في إكس، في سناب شات، في إنستغرام، ناس كثير يطالبوني بمناقشة بعض المواضيع أو يسألوني بعض الأسئلة، وأنا أحب أجمع هذه الأسئلة لين ما نشوف نستضيف مختص للحديث عن المواضيع اللي أنتم بتتكلمون عنها، وأكيد نجاوبها وننشرها أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي أنا والخاصة بإذاعة MBCFM. اليوم مستمعينا ومشاهدينا راح نتكلم عن عادات صحية في رمضان لحياة صحية. هذه المعادلة اللي قد تكون بسيطة وقد تكون صعبة، احنا نقدر نصعبها، احنا نقدر نبسطها. عادات صحية في رمضان لحياة صحية، كيف احنا نقدر يعني ننجح في تطبيق هذه المعادلة على أرض الواقع؟ جاينا عيد وبعد العيد الحج، وأكيد فترة الصيف وفترة الإجازات، فترة رمضان، هل هذه تأثر علينا إيجابيا ولا سلبيا؟ سلبيا سواء كان بالأوزان أو بعض الممارسات الخاطئة والعادات الصحية أو عادات الخاطئة عموما في حياتنا اللي ممكن تستمر معنا إلى هذا الوقت. طيب عادات صحية في رمضان لحياة صحية، خير من يتحدث عن هذا الموضوع صراحة، واللي أنا صراحة أحب حديثه على المستوى الشخصي ودائما أقول له يعني أحب أني أنا أتفرج عليك في التلفزيون أو أسمعك في الراديو بأكثر ما أني أنا أحاورك علشان أقدر أستفيد أكثر وأكثر من المحتوى اللي تقدمه دائما سواء كان في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام. اليوم منورني في الاستديو الأستاذ محمد أسنان المختص بالشأن الصحي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أول مرة أعجز عن الرد على اللي يحاورني لما يقدمني، تقديمك أخجلني جدا، عطيتني فوق ما أستحق. إن شاء الله اليوم تكون حلقة جميلة خفيفة يعني وتوصل معلومة مفيدة وبشكل بسيط للجميع إن شاء الله. أستاذ محمد إحنا يعني مضينا تقريبا حدود يعني وقت طويل ما بقى شيء على رمضان الله يشرفه ويخلص، في بعض العادات الصحية اللي اكتسبناها، في بعض العادات الصحية اللي قد تكون سيئة، احنا نتكلم على الإيجابي والسلبي تخلصنا منها، وفي بعضها سيء قد نكون اكتسبناه. دائما احنا نتكلم عن العادات الصحية اقتصر الكلام على الأكل وعلى الرياضة، العادات الصحية في رمضان مفهوم أكبر من كذا. خلينا نتكلم أول شيء على بعض التعريفات المهمة عشان الناس تعرف احنا عن ايش قاعدين نتكلم. أول حاجة ما أقول عادات صحية نتكلم عن الصحة. إيش هي الصحة؟ الصحة مش خلو البدن فقط من الأمراض، وهذا للناس كلها يعني تروح لهذا المعنى. الصحة تشمل العقل، تشمل الروح، تشمل البدن، تشمل الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي. يعني مثلا لما نقول إحنا هذا حسود، هل الحسد شيء في البدن؟ لا، بس مرض في الروح. لما نقول مثلا هذا الشخص دائما شكاك، هذا مرض في العقل، مرض نفسي، كثرة الشك. ففي عندنا أشياء كثيرة كلها تؤثر على الصحة وكلها مرتبطة ببعض، لأن الصحة هي تكامل بين كل الجوانب اللي ذكرناها. لو تأثرت نفسيتك تتأثر صحتك البدنية، تتأثر صحتك العقلية، كلها متصلة ببعض، فهذه الصحة. بعدين لما نيجي للثقافة الصحية، إيش هي الثقافة الصحية؟ هي وجود معلومات صحية وتغذية وسائل التواصل والإعلام بالمعلومات، وهذه دور المختصين دائما.
بعدين يجي الوعي الصحي، وعي الناس انها تستقبل هذه الثقافة اللي موجودة وكيف انها تستفيد منها، ووعي الفرد كيف انه يستخدم هذه المعلومات بالطريقة الصحيحة ويداري صحته ويهتم بصحته بشكل اكبر. موضوعنا اليوم اللي هو العادة الصحية. العادة الصحية والممارسة الصحية، الناس تخلط بينهم، هم متصلين ببعض. العادة الصحية هي الشيء اللي احنا نسويه لا اراديا وتعودنا عليه، احيانا ما نحتاج نفكر عشان نعمله. يعني مثلا لما تيجي تعطس تحط يدك لا اراديا، ما تفكر في هذه الحركه اللي تكون في خلال ثانيه، بس انت تعودت على هذه العاده الصحيه، او حتحط يدك بالشكل هذا. في رمضان في عادات زي كذا تكون يعني شبه لا اراديه. في اشياء لا اراديه، يعني مثلا الواحد لما تدري ان في ناس الان يفرش اسنانه لا اراديا، هو يسولف وبعدين ينسى انا فرشت ولا ما فرشت، لانه صارت عاده صحيح عنده. المشي، ممكن واحد يمارس رياضة المشي من غير ما يكون منتبه انه ايش قاعد يسوي او الخطوات، خلاص صارت عادة. فالعادة الصحية هي شيء احنا نسويه من غير ما نفكر بشكل كبير، ما ياخذ حيز من التفكير انه خلاص شيء انا اسويه بشكل روتيني. الممارسة الصحية هي الشيء اللي انا افكر فيه، انا حاعمل الشيء الفلاني او كيف اعمل. فرق بين عادات وممارسات. فالممارسة تتحول لعادة مع الوقت احيانا، مو كلها. فبعض الممارسات الصحية تنتقل لعادة. يعني مثلا أنا قبل فترة قررت أقطع السكر، ما أحط سكر في الشاي، سكر صناعي أبدا. فكانت في البداية لازم كذا أتذكر ما أحط سكر، ما أحط سكر، فصارت ممارسة صحية، بعدين صارت عادة. ممكن يجيك وقت وتنسى تحط السكر لأن أنت ما متعود على هذا الشيء، بعدين ترجع أنك أنت أخذت القرار هذا. الآن وصلت إلى مرحلة خلاص ما أنسى، صارت عادة بالنسبة لي، خلاص شيء روتيني ما يحتاج أفكر. فالممارسة هي اللي تحتاج مني طاقة تفكير في البداية والعادة. نرجع لموضوع لما نقول العادات الصحية، هل هي بس الأكل؟ هل هي بس الرياضة؟ لا، العادات الصحية هي مشمولة باللي قلناه في الصحة. يعني مثلا فيها شمولية أكبر. لما أقول لواحد لا تكذب، تتوقع هذه لها علاقة بالصحة؟ لها علاقة، لأنه الكذب يعتبر مرض في الروح إذا استمريت عليه. فإذا كان مرض في الروح حيأثر على نفسيتك، حيأثر بعدين على صحتك، حيسبب لك قلق وخوف لأنك قاعد تكذب. فالصحة والعادات الصحية هي كل الممارسات اللي أنت تسويها في يومك. تكلم عن الرياضة، تكلم عن التغذية، هذه الأساسيات، تكلم على النوم، تكلم على العبادة، تكلم على استغلال وقتك بالشكل الصحيح، تكلم حتى على مصاحبتك للناس الإيجابيين وجلستك مع الناس اللي يخلوك تستغل وقتك بالشكل المناسب، نتكلم حتى عن ترفيهك لنفسك. احنا ما نقول انه خلاص انشغل كلها عبادة 24 ساعة او انه كلها نوم او كلها اكل، لا، عندك اوقات وزعها. العبادة تاخذ الحيز الاكبر في رمضان، لكن لا بأس انك ترفه. يعني من الأشياء اللي أنا الحمد لله حرصت عليها آخر سنوات، ما أتابع ولا مسلسل أو برنامج بحرص في رمضان، ما أخلي جدولي موقت على شيء ترفيهي، لكن لا بأس أني إذا فضيت ممكن أفتح مسلسل من غير ما أسوق المسلسل، ممكن أفتح مسلسل في شاهد وأتابعه كذا 40 دقيقة وخلاص، وقت اللي صار عندي فراغ. لكن هل أنا ألتزم بجدول يومي أنه الساعة الفلانية أنا حشاهد الشيء الفلاني 30 يوم في رمضان؟ أنا أشوف هذا استهلاك شوي لوقت الشخص، في ممكن يستهلك في أشياء أهم. فاستخدام وقتنا بالشكل السليم. أيضا عندنا معضلة كبيرة، كلنا نعرف أن النوم في النهار متعب. متى الناس تنام في رمضان؟ بعد صلاة الفجر، يعني في النهار، وتصحى على الصباح إذا كان عنده دوام الساعة 9 أو 8، ويرجع يقيل في العصر. فكل نوم ونهار، وهذا مضر بصحة البدن بشكل كبير. فإيش الحل؟ إحنا عادة نقول للناس حاول إنك تنام الفترة اللي هي من 11-10 أو 12. هو أستاذ محمد، يعني في عندنا كثير من الحلول اللي راح أناقشها معك أكيد، سواء كانت في النوم أو في الأكل أو في الرياضة، أو أيضا برضو موضوع جدا مهم اللي هو الصحة النفسية. الصحة النفسية برضو في محاور كثيرة أنا عن الصحة النفسية راح أتناقش أنا وياك فيها، لكن إذا سمحت لي نطلع فاصل قصير. مستمعين أكيد يسرني أني أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-511-2030.
مستمرين معكم مستمعينا ومشاهدينا في صحتك في رمضان والعادات الصحية اللي نمارسها في هذا الشهر الكريم. أكيد اليوم راح نعزز ثقافة الصحة في رمضان مع ضيفي الأستاذ محمد سنان المختص بالشأن الصحي. 0115 21 30 هاتف البرنامج. أكيد أحب أني أو تسعدوني بتواصلكم واتصالاتكم. أستاذ محمد تكلمنا قبل الفاصل عن تحديدا نقطة النوم. أنا عجبتني نقطة النوم هذه، كيف الواحد أنه يقدر، طبعا هي تختلف من شخص لشخص، كيف أني أقدر أنا أثبت عادة صحية اكتسبتها في رمضان من ناحية النوم متى ما أنا جربت النوم الكويس وتصير تستمر معي إلى يعني خلاص طول العمر. المشكلة أنه أو التحدي أنه نومنا في رمضان مختلف بسبب وجبة السحور. صحيح. وجبة السحور هي تخرب نظام النوم. المغرب الناس صاحية المغرب وقت الفطور، لكن وجبة السحور. فالحل أمامك حلين، لازم يكون عندك ساعات نوم في الليل، هذه مفروغ منها. أنا عارف أنه وقت الليل الناس تأخذ عبادة تراويح، تطلع تجتمع جمعات وتستغل هذا الوقت الطويل في أنها ما تنام، لكن خذ لك ساعة بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، أو خذ لك مثلا ساعة قبل السحور أو ساعتين قبل السحور من 12 إلى 2. لابد أن يكون عندك ساعة أو ساعتين نوم في الليل وعوض باقي الساعات في النهار. لكن لما نرجع إلى يعني في ناس نومهم كله في النهار أستاذ محمد، فعلا هذا غير جيد. وأنا أحيانا أكون منهم، لما تكون عندك التزامات كثيرة وأغلب التزاماتك في رمضان في المساء، فتضطر أنك تنام في النهار، وهذا منهك جدا للجسد، متعب جدا، يخليك خامل طوال اليوم تقريبا. فأنا أتمنى طبعا رمضان له خصوصيته في النوم، لكن نحذر من انقلاب الساعة البيولوجية وقت العيد. هذه الغيبوبة الجماعية اللي يدخلوا فيها الناس. صحيح. هو إيش اللي يصير؟ الناس تصور مواصلة عشان تقول لك صلي صلاة العيد الصباح، وترجع بعد صلاة العيد جمعات وفطور ومدري إيش، وتبقى سهرانة يمكن للظهر، تتغدى وتنام، وتصحى الليل متأخر. فهذا كله يغير الوقت بشكل كبير. لابد نرص على نفسنا أن هذا يوم العيد أو يومين أو ثلاثة أيام العيد لا تخرب نظامنا. صحيح. في النوم بشكل كبير. نحاول انه احنا نستعين بالغفوات القصيرة. انا عارف يقول لك واحد انا والله اتلخبط نومي، خذ غفوة قصيرة واجبر نفسك انك تصحى. والله انا هذه قاعد اسجلها انا عندي هنا، وان شاء الله اللي بحاول اني اطبقها يعني ان شاء الله. يعني مثلا انت الصباح انا عارف قاعد العيد وباقي عندك غدا العيد، حاول تنام ساعتين بينها. انا عارف مش كافية الساعتين، لكن الساعتين هذه بتساعدك انك لما تصحى الظهر تقدر تواصل. قبل صلاة العيد الواحد يقدر ينام لساعتين ثلاث ساعات، يعني من الساعة 2 مثلا، من 2 في الليل الى قبل اذان الفجر. والله من اللي يخليك تنام الحين؟ العوائل كلها سهرانة وجمعات وليلة عيد تكون، يعني وليلة عيد والكل سهران الى صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر ما بقى شيء، خلص على صلاة العيد. فانا قصدي بعد صلاة العيد الواحد يحاول ينام قبل غدا العيد. أوكي حيصحى بعدين، يحاول يصحى قدر الإمكان صلاة الظهر، بعدين حيواصل إلين 9-10-11 بالليل وينام. ترى مفهوم خاطئ عند الكثير، الإجازة ميل السهر. تقدر نفس الوقت اللي أنت بتسهر فيه قضيه، بس تطلع بدري. في عندنا ثقافة أستاذ محمد، ثقافة أنه يعني حتى في الويكند يقولك والله أنا ويكند وشي صحيني بدري. طب يعني انت الاجازه مو بشرط انك تقضيها نوم، الاجازه تقدر تقضيها في انك تطلع تقضي مشاويرك وانك تقعد في البيت. النوم مش عشان اصحى للدوام. الصحيان المبكر هو عاده صحيه عند الشخص. ما بقول لك اصحى من الساعه 5-6 زي ما متعود ايام الدوام، لكن اصحى من الساعه 9-8. صحيح. اصحى بدري. يعني نظام النوم لا يختلف في الويكند. ترى عشان كذا الناس تكره يوم الأحد. ناس كثير يقول لك أكره الأحد. ليش يكره الأحد؟ لأنه الأحد يرجعه إلى النظام اللي هو خربه خلال اليومين الويكند. إحنا المفروض الويكند أوكي حتى لو حتسهر اسهر للساعة 12 وحدة ونام، بعدين أصحى الصباح. هذا النظام يعني بيقول لك عندي وقت طويل ويكند، طيب بدل ما تطلع الساعة 10 تسهر اطلع من الساعة 8. اطلع بدري. صحيح. عندك وقت بدري. القصد نستغل وقتك اليومي،
ترى صدقني هذا يؤثر على صحتك العقلية، صحتك النفسية. ناس كثير تلقاه يتضايق وتصير مشاكل وتصير سوء تفاهم بينه وبين الآخرين، إنه ما نام كفاية، مزاجه قافل على قولتهم، يعني كذا بالعامي مزاجه قافل. ليش؟ ما نام بالشكل الكافي. ترى النوم يأثر على كل يومك، لا تستهين فيه. صحيح. لما ما تنام بالشكل الكافي حتصحى، قدرتك على التفكير أقل، قدرتك على تحمل الآخرين أقل، قدرتك على أنك تكون مبتهج ونشيط أقل، قدرتك الإنتاجية أقل. فصدقني تنام 8 ساعات حتنتج في الساعات 16 الباقي أفضل من أنك لو نمت ساعتين وقعدت لي 20 ساعة أو 22 ساعة. أيضا على مستوى المستوى الصحي اللي هو حرق الدهون وأيضا حرق السعرات الحرارية، كل هذه الأمور كلها تكون في فترة النوم، والنوم في فترات الليل. أكيد أستاذ محمد، في إحنا معنا اتصالات، إذا تحب إذا تسمح لي نأخذ أكيد. اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ألو، تسمعنا من التليفون لو سمحت. ألو. طيب مستمعينا، فاصل قصير بعد نرجع مع استفساراتكم وأسئلتكم أكيد اللي بادية توصل لي هنا عن تطبيق ام بي سي مود. أكيد تطبيق ام بي سي مود مستمعينا تقدرون ترسلونا اللي حابين أكيد في خانة راسلنا، وتشوفونا بالصورة وصوتنا والأستاذ محمد في الاستوديو، نتناقش في موضوع العادات الصحية في رمضان لحياة صحية. فاصل قصير من بعد نرجع نستكمل حديثنا. مستمرين معكم أكيد في صحتك في رمضان، معي أنا وهي بالدخيل، وحديثنا اليوم عن العادات الصحية لحياة صحية أفضل في شهر رمضان. خفف ألمهم واكسب أجرهم، هذه أكيد من أهم النصائح وأقرب النصائح على قلبي. أكيد تحقق هذا الحديث في جمعية العلاج الآمن. خفف ألامهم واكسب أجرهم من جمعية العلاج الآمن في شهر رمضان المبارك. يعني مستمعينا الكلمة كلمة خفف ألامهم واكسب أجرهم، يعني ما في أجمل من أنك تخفف من ألم أي شخص، وأيضا تسعى إلى كسب أجر هذا الشخص اللي أنت خففت من ألمه. أكيد كل هذا يكون في جمعية العلاج الآمن، تواصلوا معهم مستمعين ومشاهدين أكيد في أرقامهم وحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أكيد راح يوصلون لك تحقق هذه الرسالة الجميلة. طيب أستاذ محمد، في معي اتصال صديق البرنامج عنده شوي تعليق على موضوع النوم، نشوف الموضوع هذا. مرحبا، مساء الخير. مساء النور. يا هلا وسهلا، تعرفنا باسمك. ماجد العتيبي من الطائف حبيبي. يا هلا وسهلا أخوي ماجد، كيف الجو في الطائف؟ والله الأجواء روعة خيالية. جميلة الآن الأجواء، صحيح؟ جميلة جدا جدا. يعني الحمد لله من نعم ربي علينا، الحمد لله الحمد لله في شهر رمضان هذه السنة، أن يعني الأجواء جميلة في شهر رمضان، يعني الواحد يعني صار يطلع في النهار كثير ويروح ويسوي رياضة ويسوي. ماجد أنت عندك تعليق على حديثنا قبل الفاصل، تفضل. أيوة حبيبي، هي تعتمد على خفة النوم وثقل النوم. أنا إنسان أقوم الساعة 11 أروح أقضي أغراضي، الدنيا فاضية قدامه. هذا في رمضان؟ رمضان يعني زحام وما زحام ما فيه. الساعة 3 أنا داخل البيت خلاص، كل أغراضي معايا، ما عاد أطلع إلا في الليل. ممتاز. نومك طيب كيف نومك يكون؟ على خدمة النوم. شكلك لو تنام في الليل ساعة وتكمل نومك بعد الفجر. هذا رأي. ممتاز ممتاز. وبالنسبة للعيد أنا أروح أصلي العيد، أروح أعيد على الأقارب على الأهل، بعدها أصلي الظهر ونوم.
الساعة 4 إذا مرة أنا صاحي. يتواصل لين الظهر؟ أواصل للظهر أنا. الساعة 4 بالكثير بالكثير 5 وأنا صاحي من النوم. مفلل النوم. ممتاز. يعتمد على خفة النوم مش على واضح واضح. فهمت عليك شكرا لك أخوي ماجد، أسعدتنا باتصالك، ونتمنى لك يا رب إن شاء الله أن ربي تقبل. الله يسعد أيامك يا رب إن شاء الله، لنا زيارة قريب إن شاء الله، نسأل الله لك القبول في شهر رمضان إن شاء الله، وعيد إن شاء الله مبارك إن شاء الله، نبارك لك بالعيد إن شاء الله. شكرا لك يا سيدي. بارك مقدما. شكرا لك يا سيدي. شكرا. أستاذ محمد، نموذج قدامك قال كلمة مهمة احنا علقنا عليها قبل شيء وأكدنا عليها، انه لو تنام ساعة في الليل قبل وقت الفجر، تحاول تنام ساعة قبل السحور او حتى قبل من الساعة بعد العشاء، ساعة في الليل وبعدين نام النهار مو مشكلة. صحيح. هذه تغني بشكل كبير يعني جدا. يعني من شخص قاعد يقولك تجربته، انا انام ساعة، لو ساعة تنام في الليل، نوم الليل جدا ضروري جدا ضروري. والنقطة الثانية ذكرها، نشوف حتى لما ينام الظهر يقولك يصحى العصر. في ناس ما شاء الله ينام الظهر ما يصحى للساعة 9-10 في الليل. حتى الصلوات كلها ما شاء الله مع بعض. خلاص وما أخذها يقولك يلا خلاص أنا خلصت التزاماتي وسلمت وسويت وعيت خلاص، ينام ويسحب الليل. فهذا اللي يقلب نومنا. أنت لا تستسلم لأنك تقلب نومك. أوكي ممكن بتواصل يوم كامل عشان العيد التزامات وغيره، بس حاول أنك تنام الساعة 10-11-12 في الليل، بالكثير الساعة 1-2. يعني السهر إلى ما بعد طلوع الشمس هذه مشكلة كبيرة جدا تخرب نومنا. وتعديل النوم يعني صعب. حتى الواحد لو خلى في بينها فاصل، لو نام ساعة ساعتين وبعدين كمل، يعني هذه ممكن تكون أهون. هذه الغفوات جدا تساعد في تعديل النوم ترى. بس مو كل الناس تعرف تغفي، في ناس يقول لك بغفي ويروح يسحبها 6 ساعات. فهي هذه مشكلة النوم، مشكلة كبيرة جدا. رمضان يعني لو تلاحظ الصلوات تنظم نومنا بشكل كبير. يعني انت لو تلاحظ انه يعني نقدر نقول استاذ محمد ان رمضان فيه انضباطية اكثر، وقت الفطور مع بعض، وقت السحور مع بعض، الصلوات مع بعض، الجمعات مع بعض، كلش فيه انضباطية بشكل كبير. هو زي ما قلت لك الصعوبة بس في وجود وجبة السحور في وقت متأخر، واحنا مو متعودين على الوجبات المتأخرة في ايامنا العادية. فهذه بس اللي تلخبط. فلا بأس ان انت ترى لو تاخذ رمضان كأنه زي اي يوم عادي، وتنام الساعة 12، تقطع نومك، تصحى للسحور وترجع بعد السحور تصلي الفجر وتنام، طبيعية. هذه نومتك الطبيعية في الايام العادية. صحيح. فاحنا المفروض ما نعطي رمضان نعطيه خصوصية من ناحية دينية، لكن ما نعطي خصوصية من ناحية وقت النوم، نغيره طريقة الأكل. يعني أيضا هذه بعد موضوع ثاني، وأنت لما قلت قبل شيء السعرات الحرارية ذكرتني برسالة وزارة الصحة، تم قيد مخالفة اللي سوت لنا الرسائل هذه صراحة سوت إثارة جدل في الإعلام بشكل صحيح. كبير صحيح. لكن ترى إثارة الجدل كانت مقصودة، لأنه السعرات الحرارية موضوع مؤرق في رمضان. حنتكلم عنه سيد محمد. يعني أنا دخلت اللينك وشفت صراحة في أشياء جدا مفيدة جدا واستفدت منها، على الرغم أني أنا إنسان يعني إن شاء الله أني أكون مطلع في هذا المجال صراحة، بس أني استفدت منها جدا هذه الرسالة. راح نتكلم عن موضوع السعرات الحرارية بشكل مفصل إذا سمحت الأستاذ محمد، بس نطلع فاصل ومن بعد نرجع أكيد على 011-511-20-30. أكيد مستمعينا أسعد بمشاركاتكم، وعلمونا عن العادات الصحية اللي أنتم اكتسبتوها في شهر رمضان، وكيف تقدرون أنكم تحافظون عليها حتى بعد العيد. أكيد مستمرين في عادات صحية في رمضان لحياة صحية. أستاذ محمد، نتحدث عن الرياضة ولا تبي الرياضة آخر شيء؟ تدري أن الرياضة من المواضيع اللي المجتمع صار يثقفنا فيها. الآن في وعي موضوع الرياضة بشكل كبير. المشكلة عندنا خلينا نشملها، الرياضة، قطع التدخين، قطع الشيشة، قطع الأكل الضار أو الفاست فود بشكل عام. احنا كل هذه الأشياء الناس عارفة ضررها، الناس عارفة، ما هي محتاجة توعية. الناس إيش محتاجة؟ محتاجة قرار. محتاج قرار، ورمضان أفضل وقت لهذه القرارات. ليش؟ مساعدنا في القرارات. رمضان يخلينا ننضبط فتستمر هذه الانضباطية.
رمضان يخليني أقطع الفاست فود والدخان والقهوة وأشياء والكافيين الزايد وأشياء كثيرة فترة النهار كله. في تجربة يعني، أنت قاعد تجرب وقاعد تنجح في تقعد هذا الشيء، تقطع 12 ساعة، معناته أنت قادر فأنت تترك على تقدر طول. تقطع. فرمضان أنا أعرف ناس كثير قطعوا التدخين متى؟ أخذوا القرار في رمضان. رمضان يساعدك على اتخاذ قرارات كثيرة، لكن كل الموضوع متوقف على قرار. عندنا ما دام ذكرنا الموضوع، في مراحل لتغيير السلوك عند الأشخاص. الأشخاص عشان يغير سلوكه يمر في مراحل، مراحل تعتمد عليه، مراحل تعتمد على الجهات المختصة. مرحلة وضح لي المرحلة الأولى مرحلة الوعي، الوعي إنه في شيء خطأ أو في شيء صح أنا تاركه. الوعي من وين يجي؟ الوعي يجي من إني أنا في ثقافة صحية موجودة وصلتني. مثلا المشي انتشر في الفترة الأخيرة بشكل كبير، صار في ثقافة كبيرة وتثقيف على موضوع المشي، فصار عند المجتمع وعي بأهمية المشي. صحيح. فهذه المرحلة لمس فائدتها على أرض الواقع، فوائدها كثيرة. يعني التمس، استشعر. يعني أول كان يسمع بس، الآن لا، استشعر وشاف النتائج على نماذج موجودة قدامه في المجتمع. صحيح. تشوف جارك، تشوف غيرك لما بدأ يمارس المشي كيف تغير صحته. صحيح. فمرحلة الأولى مرحلة الوعي. مرحلة الوعي ما نقدر يكون عندنا وعي إذا ما كان في مختصين وجهات وصلت المعلومة ووفرت المعلومة الصحيحة. صحيح. بعد ما أجي بمرحلة الوعي، هنا أنا حدخل في مرحلة الاهتمام إني أعرف أكثر. هنا أيضا دور الجهات المختصة، دور المختصين إنه يوفروا المعلومات المهتم يلقاها. يعني أنا شخص اهتميت اليوم إني أمارس رياضة المشي، سمعت موضوع المشي وإنه مفيد، لكن أبغى أعرف أكثر. كم أمشي؟ هل المشي يضرني لو عندي مرض ضغط؟ هل يضرني لو عندي سكر؟ هل أنا أمشي زي الطبيعي؟ هل أمشي أكثر؟ هل أمشي أقل؟ هذا الاهتمام هذا من اللي يقدر يغذي؟ المختصين. لابد ينشر المعلومات، لابد يكون في معلومات وافية وكافية ومصادر موثوقة الشخص يرجع لها. بعد مرحلة الاهتمام ندخل في مرحلة القرار، اتخذ القرار. هذا الصعب، يعني هذا اللي الناس تقول انه صعب. هذه ما تساعدك فيها الجهات المختصة ولا يقدر يساعدك احد. هذا انت تساعد نفسك، انت تتخذ القرار. ممكن يأثر عليك في القرار المجتمع، لكن انت صاحب القرار. وبعطيك مثال عليها. انا قبل ما اقطع السكر في الشاي كنت اجلس مع اصحابي لما اروح الشرقية، اصحابي سواء مجموعتين عندي هناك اجلس معاهم، سواء الشباب اللي اجلس معاهم في مجلس احمد الناصر وولد خالي والجماعة اللي هناك، او اجلس مع ابناء عمي وابناء واصحابي في المزرعة اللي اجلس فيها، اسمها الحوطة كذا، اجلس فيها نسميها الحوطة. هنا وهنا كان يسوي الشاي دلة كبيرة من غير سكر، وكان يحط السكر برا. كان في 3-4 وأنا من ضمنهم، أجي وأحط السكر وأخلط وأشرب. بعدين مع الوقت لما جيت أقرر أني ما أحط سكر في الشاي كان الموضوع سهل. ليش؟ اللي حولي كلهم يشربوا الشاي من غير سكر، وهذه عادة صحية، عادتهم الصحية أثرت علي. يعني سابقينكم في الموضوع، هم سابقيني في الموضوع. فعشان كذا دخلت أنا معاهم. ليش؟ لما جيت أتخذ القرار كان سهل، لأن كل اللي حولي متخذينه. إيش يفرق؟ إيش اللي عنده وهيب أحسن مني عشان يقدر يتخذ هذا القرار وأنا ما أقدر أتخذه؟ فالتأثير المجتمع، المشي. هنا المقارنات الجيدة والمقارنات اللي الواحد إحنا نسعى اللي نبغاها. يعني مثلا المشي، لما أجي أنا وعندي 4-5 أنا أجلس معاهم في الديوانية وأجي لهم، هذول 4-5 كلهم الساعة 9 الليل حيقوموا يمشوا ساعة، حقعد أنا لحالي. هذا ما حيحفزني أني أمشي معاهم؟ إلا طبعا حيحفزني. المجتمع له دور كبير في التأثير على قرارك، لكن القرار هو قرارك في الأول وفي الأخير. بعد ما نجي لمرحلة القرار مرحلة الاتباع. أنا قررت أسوي شيء حسويه مرة ومرتين، بس بعدين حتبعه كنظام في حياتي. هذه المراحل اللي يمر فيها تغيير أي سلوك عند الإنسان، سواء سلوك له علاقة بالصحة الجسدية أو الصحة البدنية. يعني من بعض الأخطاء اللي كنا نقع فيها نتساهل ذكر شخص مو موجود، نتكلم عن شخص مو موجود، في ناس تتساهل فيها. مع الوقت راح يقول لك انتبه، انت قاعد تدخل في غيبة، قاعد تدخل في نميمة، حتى لو انت قاعد تذكر شيء غلط انت قاعد تدخل في شيء غلط. مع الوقت انت
تعود نفسك انك ما اول ما ينذكر شخص قول لو سمحتوا، تصير انت الدافع. الشخص هذا غير موجود، لا احد يذكره. لما تيجي انت مثلا، في ناس للان تكذب في شيء لا يستحق الكذب، يكذب عشان يعطي سالفه مثلا تثير حماس البقيه. طيب ما في سبب. فانت لما تعود نفسك على انك لا تكذب، ما في سبب انك تكذب. لا تسوي كذا، لا تغلط، لا ترفع صوتك، لا تعبس بوجهك، عادات كثيرة. هذا يدخلنا في مراحل تغيير السلوك، هذا العنصر اللي جدا مهم، اللي متى ما قدرنا نطبقه أكيد أنه راح نقدر نطبق الكلام اللي قلته أنت بشكل جدا واضح. مستمعينا، فاصل قصير وأيضا راح نرجع نستكمل حديثنا. يا هلا وسهلا فيكم في جزءنا الأخير من صحتك في رمضان. حديثنا اليوم عن عادات صحية في رمضان لحياة صحية أفضل. ضيف الأستاذ محمد السنان المختص بالشأن الصحي. أستاذ محمد، ما تبقى من رمضان، كيف إحنا نقدر نكتسب فيه عادات صحية جيدة على المستوى البدني أو على المستوى النفسي؟ احنا ما بنكتسب كثر ما احنا المفروض ناخذها معنا بعد رمضان. الكثير اكتسب، احنا اليوم احنا في العشر الاواخر، ناس كثير اكتسبت عادات كثيرة. الان وقت القرار ان انا اخذ هذه العادات معي الى بعد رمضان. من العادات اللي انا تضايقني في رمضان كثرة الاكل، في ناس تبالغ في الاكل بشكل كثير، تلقاهم ينوعوا الاصناف بشكل كبير، في ناس تروح غبقات كثير زيك يا وهيب، تروح غبقات في رمضان. فدائما النظام الغذائي تكلمنا عنه قبل الفاصل ونعيده الآن، سعرات الحرارية راقبوها بشكل كبير، لا تكثروا من الوجبات في آن واحد. الوجبات المتقطعة بنفس الكمية أهون على صحة الإنسان من واحد يأخذ وجبة، من أنك تأخذ وجبة دفعة واحدة. أنت تتعب جسمك، تتعب المعدة، عملية الهضم عندك تتعب، أشياء كثيرة، الوزن عندك يتأثر. فلو تأكل على كميات متقطعة تعطي فترة لحرق الدهون، لهضم الطعام بشكل أكبر، امتصاصه بشكل أكثر فائدة للجسم. جانب قلنا نبغى نتكلم عنه، عادي أخذ دور المقدم وأنا أفتح الموضوع. أبدا، خذ راحتك. صحة النفسية، الفكرة جدا ممتازة، جدا جميلة، وعجبتني صراحة اللي قبل شوي تكلم فيها. وللأسف يعني نقدر نقول أن كثير مننا يعاني من هذا الشيء، لكن هو يبغى له بس عزيمة وتفكير بسيط وراح إن شاء الله يقدر يتجاوز. صح النفسية. ناس كثير في رمضان تيجي تكلمه في النهار أو تقابله في النهار وجهه عابس، ما يبتسم، صايم، تقول له عن حاجة يقولك صايم. ترى صايم معناته أنت في عبادة، المفروض هذه العبادة تنعكس عليك بشكل إيجابي. هل أنت لما تصلي تكون متضايق أنك قاعد تصلي؟ مفروض لا. إذا أنت متضايق أنك تصلي، في خلل، في خلل في الموضوع. المفروض أن أنت تكون سعيد وأنت تأدي العبادات. صحيح. العبادات تنعكس على نفسيتك، تعطيك سعادة أكثر. الصوم علشان تكون مبتسم مبتهج، تعاملك أفضل، مش أنك تصير تعاملك أسوأ وتكون متضايق ومالي خلق. صحيح. النقطة اللي مرتبطة فيها ناس كثير بحكم أنه يحس انه متضايق عشان صايم. انا عارف بعضهم، ما ابرر له، لكن بعضهم نقص كافيين ومتعود على نسبه كافيين، نقص سكر ومتعود على السكر، ما دخن، ما شرب قهوته، فمتضايق لانه متعود عليها. وهذه دائما احنا نسميها الاعراض اللي تيجي للشخص، نقول لهم دائما قلل قبل رمضان عشان تتعود، لكن لا حياه لمن تنادي. فالشيء المرتبط فيها انه يصير حدث صغير، حك سيارته مع واحد ثاني، حاجة في الدوام ما زبطت معه، طاح جواله انكسرت الشاشة، ضاع منه قلم يحبه، ضاع منه خاتم، بيبغي يرسل إيميل غلط في الإيميل. هذه الأحداث الصغيرة ممكن تضايقك، لا تسمح لها تضايقك أكثر من دقائق. لا تخلي 24 ساعة تضيع علشان 5 دقائق، لعدة أسباب. السبب الأول، يومك أكثر قيمة وثمين جدا من أنك تضيع بسبب حدث. السبب الثاني،
هل انت لما تقعد متضايق هل تضايقك يحل الحدث؟ لا. هل قاعد يلغي الغلط اللي صار؟ لا ابدا. اوكي طبيعي الانسان يتضايق، لكن لا تخلي تضايق اكثر من 15 دقائق، لا تضايق لوقت طويل. اوكي شعورك طبيعي، نفس عن نفسك، تضايق لكن لا تخليه يسيطر عليك، لا تخليه يأثر على تعاملك. من أسوأ الأشياء شخص صار له موقف بسيط طول اليوم متأثر، رد على صديقه بطريقة سيئة، رد على مديره بشكل ما هو لائق، واتخذ قرارات غلط يمكن. واتخذ قرارات وسوى أشياء كثير غلط، اليوم هذا كان من أسوأ أيامه بسبب حدث ما أخذ 5 دقائق. ونصيحة، هذا المنظر جدا يستفزني، إذا صدمت سيارة في الطريق، وأشوف هذا المنظر في نهار رمضان للأسف وينتشر، صدمت سيارة في الطريق، صار حادث بينك وبين شخص، شخص لف عليك بالغلط، شخص دخل عليك في الدوار، شخص أخذ اليوتين من فوق من قدام سيارتك، كل هذه المواقف لا تستدعي أنك تتضارب معه. بالضبط. لا يستدعي استخدام اليد يا جماعة، مهما صار لا تستخدم يدك. أستاذ محمد السنان المختص بالشأن الصحي، شكرا لك، شكرا لوجودك، دائما تضيف لنا الكثير في برنامج صحتك في رمضان وبرنامج جدد حياتك. الله يسعدك، شرف لي بوجودي معك وهيب. مستمعينا، خفف آلامهم واكسب أجرهم، هذه أكيد في شهر رمضان المبارك، بإمكانكم تتواصلوا مع جمعية العلاج الآمن، خفف آلامهم واكسب أجرهم من جمعية العلاج الآمن. مستمعينا، طوال شهر رمضان المبارك أكيد نجلس مع أهالينا بشكل منتظم وتقريبا بشكل يومي، أيضا أداء واجباتنا وعباداتنا في وقتنا المحدد، أكيد الأكل يكون في وقت محدد، الصلاة في وقتها، وأيضا نكثر من الصدقات ونكثر من قراءة القرآن والقراءة بشكل عام. كل هذه الأمور قدرنا نسويها في شهر كامل، أيضا نقدر نسويها طول حياتنا وإحنا أكيد مستمتعين ونشعر بلذة مثل هذه الأعمال. تقبلوا تحياتي أنا وهيب الدخيل من الهندسة الصوتية، مستمعينا ومن التقديم، وتحيات زميلتي منال عبد الله من إعداد برنامج صحتك في رمضان. غدا ألتقيكم في أمان الله.